عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الحصرية والمباشرة من فندق كونكورد لتغطية أحداث وفعاليات وبرامج منتدى الفجيرة الثقافي. ونرحب بضيفتنا في استوديو الحدث الدكتورة والكاتبة والأديبة سعاد سيد محجوب. أهلا ومرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا سيدي. تسلم. أهلا بك دكتورة سعاد. أهلا بك. تسلمي. في بداية الحديث أخذنا الكثير من الحوارات مع الكتاب والنقاد والمثقفين، يعني هناك آراء متضاربة، ولكن الحديث والجلسات شيقة، ويعني الشارع الثقافي يتعطش لأخذ الآراء والإشكاليات الأدبية. برأيك، انطباعك الأول عن المنتدى وأهم نتائج الجلسة الثانية الصباحية؟ في البداية الشكر الجزيل لقناة الفجيرة، والشكر على القائمين على أمرها، والشكر موصول لسمو الشيخ حاكم الفجيرة وولي عهده وسمو الشيخ مسؤول عن دائرة الثقافة والإعلام. بالنسبة للتظاهرة الثقافية التي تمت في اليومين الماضيين، هي عبارة عن كرنفال ثقافي، عبارة عن عرس الفجيرة الثقافي. الشيء الثاني، المنتدى إضافة حقيقية للثقافة العربية على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي، وإن شاء الله سويا إلى العالمية إن شاء الله. إذن دكتورة سعاد، أنت ترين أن هناك رجع صدى إيجابي جدا لهذا المنتدى، هل سوف نشهد يعني تداعياته على المدى القريب أم على المدى البعيد؟ بالنسبة للمنتدى، المنتدى ترك بصماته الإيجابية على الساحة الثقافية، والبصمات الإيجابية إن شاء الله تحتاج إلى أن تنمو وتترعرع حتى تأتي أكلها في القريب العاجل بمشيئة الله تعالى. أبرز التوصيات التي خرجت بها. التوصيات التي خرج بها المؤتمر هي عبارة عن ماذا؟ أو خرج بها المنتدى. أول شيء الاستمرارية والديمومة في الاحتفالات بهذه المؤتمرات الثقافية واللقاءات الحوارية. الشيء الثاني الاهتمام بالتراث، لأنه التراث أو الاهتمام بالموروث الثقافي، لأنه هو يقود إلى ماذا؟ يقود إلى تطور المستقبل، بالنسبة لأنه يربط الحاضر بالماضي، وأكيد من الماضي نستشف العظة والعبرة، وإضافة إلى ثقافتنا، لأنه كل ما تبحرنا كل ما وجدنا ماذا؟ أتت العملية الإبداعية ثمارها وأكلها. نعم طبعا دكتورة، هناك بعض الكتاب أو المثقفين يتم استحضار أفكاره في مشروعه الإبداعي، مثل نجيب محفوظ عندما بدأ مشروعه طبعا الإبداعي، بعدين ثم تراجع عنها لأن تصبح روايته اجتماعية، من بعد ثم أصبحت فلسفية إلى آخره. هذه التحولات التي تطرأ على الكاتب أو الروائي، برأيك ما هي سر هذه التحولات؟ بالنسبة للتحولات اللي بتطرأ على كتابات الكاتب أو الأديب بصورة عامة، هي أول شيء تكون نوع من التطور قد يصاحب فكر الكاتب، المخزون الثقافي أو المخزون الفكري. الشيء الثاني بالنسبة لي تداعيات العصر أو توجهات العصر، هنالك تحديات الكاتب، لأنه الكاتب من بيئته يتفاعل مع البيئة، فكل ما تفاعل الكاتب مع البيئة كل ما يعني يكون هنالك توظيف للمخزون أو للمعلومات، ولذلك تستمر العملية الإبداعية. يعني الكاتب لو وقف عند نقطة معينة معنى ذلك تحجرت عناصر الإبداع فيه، لا، الكاتب في تجديد، يجدد نفسه، يجدد أفكاره. لماذا التجديد ولماذا هذه الأشياء؟ لمواكبة العصر، تحديات العصر، المستجدات. ونحن لا ننسى الآن نعيش في العالم الرقمي ونعيش في الفضاء الواسع، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التطور. نعم دكتورة سعاد وزميلي أمجد، فقط اسمح لي أن أشير إلى أننا نتحدث عن التوصيات ونتحدث عن اختتام الجلسات الحوارية المفتوحة التي شاهدناها على مدار يومين، ولكننا لا نتحدث عن اختتام منتدى الفجيرة الثقافي. نحن على موعد هذا المساء مع الملتقى الشعر العربي، مشاركة باقة من الشعراء الإماراتيين والعرب، وأيضا العد التنازلي قد بدأ بالفعل لكشف النقاب عن الفائزين بجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع. هذا التقارب أو التباعد الجيوثقافي الذي شهدناه في إمارة الفجيرة على ما يدل، وكيف تقرؤونه كمثقفين اليوم؟ جدا. قبل أن أجيب على الشق الثاني، اسمح لي أعقب على الشق الأول. تفضل. بالنسبة لمنتدى المنتدى الثقافي للفجيرة،
هو فعالياته لن تنتهي اليوم، فعالياته بمشيئة الله ممتدة. تكون ممتدة على المدى الطويل، لأن الفجيرة الآن هي فجرت الطاقات الإبداعية، حركت المشاعر، استقطبت العقول والقلوب، فلذلك العملية الإبداعية حتكون مستمرة. بالنسبة للتوصيات، أتحدث عن التقارب الجيوثقافي الذي شهدناه في الفجيرة. بالنسبة للتقارب طبعا اليوم أو من بداية المنتدى الثقافي يعني شهدنا عدد من الثقافات المختلفة، وكل منا أتى بخلفية صحيح. من قاعدة إثراء للمشهد الثقافي، فبنجد أنه تبادل الثقافات وتبادل الحضارات هو إثراء للعملية الإبداعية. واحتضنت الفجيرة كل هذه الثقافات المختلفة في بوتغة واحدة، فغاد السفينة أو أبحرت السفينة إلى بر النجاة. المنتدى بحق كان منتدى ناجح، والدليل على نجاحه حسن التنظيم، الاستيعاب، المشاركات، الفعاليات، التفاعل داخل الندوات الحوارية كان على مستوى، يعني الكل كان بشيد بالتفاعل، الحضور كان حضور صفوة، يعني حضور عقول لها وزنها وقيمتها صحيح. علماء شاركوا في المنتدى، فلذلك لا نستطيع أن نشير أنه التوصيات كانت توصيات هزيلة أو كانت توصيات ضعيفة، بالعكس التوصيات كانت ضخمة على مستوى المنتدى. لكن الشيء اللي بد أن نركز عليه أنه هذه التوصيات في كل سنة من السنوات غير تفعل، نضيف إليها، نضيف الجديد في كل سنة. وما في كل سنة، في كل يوم نحتفل بالفجيرة مركز من مراكز الثقافة والفكر والإبداع، ونضيف إليها الجديد. وربما تأكيد. هذه المسؤولية مناطة بكم أنتم أولا وأخيرا كمثقفين في عالمنا العربي. إن شاء الله نسأل الله أن نكون عند حسن الظن. بالتأكيد أستاذة سعاد، ولكن دعينا نأخذ بعض المحاور من الجلسات من الأمس إلى اليوم. نلاحظ أن هناك، بما أننا تحدثنا، هناك تعطش ثقافي في الشارع الثقافي بشكل عام. نحن نفخر بأجيال اليوم بمشاركة يعني العديد من رواد الثقافة وأعمدة الثقافة بمسابقات ثقافية كجائزة راشد بن حمد للإبداع، يعني نفخر بهذه السواعد والأجيال. برأيك إلى أين سنصل بأجيال المستقبل إذا نحن كصفوة نلحظكم اليوم على منصات المنتديات و يعني المؤتمرات، تلقون ما بجعبتكم، ماذا نريد من أجيال المستقبل؟ إذا تحدثنا عن كثير عن مواضيع الثقافة، ولكن ماذا نريد من أجيال المستقبل؟ بالنسبة للجائزة أشير إلى شيء مهم، إنه الجائزة وهي في دورتها الأولى انطلقت انطلاقة قوية جدا، انطلاقة غير مسبوقة، يعني كون أنها تحقق هذا الكم الهائل من الإقبال وهي في دورتها الأولى، هذا شيء يعني من أنا أحسبه من المفاخر، والمفاخر جدا. الشيء الثاني إنه الإقبال على الجائزة ما كان عملية كمية فقط، لا، كان نوعية، ونوعية مميزة، ونوعية مختارة بدقة، يعني الذين شاركوا من الشباب يجعل الإنسان يعني يطمئن على أساس إنه الأمة العربية عقولها ما زالت تنتج، وهذه نقطة مهمة. الشباب وبحمد الله الأقلام الشابة، الأقلام الطرية، الأقلام الغضة فيها ما فيها من الأفكار، يعني الإنسان عندما يقف ويتأمل المشاركات، مشاركات تفوق حد التصور، مشاركات غير يعني ما كانت متوقعة، وكونها تكون يعني جائزة في يعني في دورتها الأولى، هذا دليل على ماذا؟ دليل على إنه فعلا هنالك عقول متعطشة، هنالك شباب يرغبون في إثبات ذواتهم، شباب يحتاجون إلى الرعاية التامة. يعني اتخيل هذا الكم الهائل من المشاركات، حتى ما فاز في هذه الجائزة أنا في أحسبه فائزا. لماذا؟ لأنه يكفيه فخر أنه شارك، ويكفيه فخر أنه لديه نتاج أدبي، نتاج علمي. هذا النتاج العلمي وهذا النتاج الأدبي هو قمة النجاح وقمة الفوز. يعني من لم ينال المرتبة الأولى أو أي درجة من درجات الجائزة هو نال شرف المشاركة. لذلك من هذا المنبر أوصي القائمين على أمر الجائزة، كل من شارك أن تكون له شهادة مشاركة تحفيزا له، وهذا سوف يحدث دكتورة، وتقديرا له، على أساس أنه المرة القادمة تكون المنافسة أقوى ومشاركته تكون أقوى. يعني ما هو ما فاز لأنه مشاركته ضعيفة أو لا، هو لأنه كانت المنافسة قوية، المنافسة كانت قوية وقوية جدا، فلذلك لا بد من شهادات الشكر والتقدير على أساس تكون حافز
للمشاركة في الدورات القادمة بمشيئة الله. طبعا يجب أن نذكر إلى أنه إلى جانب الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى سوف يتم اختيار 10 أعمال لترجمتها إلى اللغة الإنجليزية حسب رؤية اللجان المختصة. بالإضافة إلى ذلك أيضا سوف يتم نشر الكثير من الأعمال حسب مستوى بنائها الأدبي حتى لو لم تكن ضمن فئة الثلاث مراكز الفائزة. الأولى نعم، وهذا أمر يعني جدا لافت وجدا مميز ولا نجده في الكثير من في الجوائز الأخرى يعني، وهذا يعني ردا على ما حضرتك تنادينا به اليوم. يعني هذا هو عين التحفيز، يعني أنا حتى لو ما فزت في الجائزة لكن أجد العمل بتاعي نشر، قمة الفخر أنا إتهالية، لأنه الجائزة المعنوية مهما طال الزمان لا تنتهي. الجوائز المادية قد تنتهي لكن الجائزة المعنوية هي التي تظل وتبقى فعلا، والتي يفخر بها والتي يفخر بها رواد الجيل الجديد. أمجد، تعلم عدد المشاركات في جائزة راشد بن حمد للإبداع فوق 1400 مشاركة، وأيضا كان هناك اللائحة الطويلة واللائحة القصيرة، القائمة الطويلة والقائمة القصيرة، واليوم وصلنا إلى 35 مشاركة. سوف يتم تتويج 3 من كل فئة، ونحن هنا نتحدث عن 7 أفرع لهذه الجائزة الكبيرة والمرموقة. يعني الجائزة سمو الشيخ راشد أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يكون دعما للعقول الشابة وللأقلام الشابة الطرية، لأنه هذا ما نفخر به. يعني أنا أينما أجد الإبداع في أي جزء من الوطن العربي هو فخر، فخر للأمة العربية، أكيد إضافة للساحة العربية، وهذا ما نسعى له. يعني أينما كان الإبداع، أينما كان التميز، أينما كان النجاح، هو إضافة للأمة العربية. فسمو الشيخ راشد الحين فتح المجال من أول باب على مصراعيه لكافة أبناء الوطن العربي. نعم. يعني اتخيل الجموع التي تدفقت إلى إمارة الفجيرة في هذه المدة، كم لا تحصى ولا تعد. صحيح. وكل ما أنظر إلى وجه واحد أحس بماذا؟ أحس بالفخر، أحس بالانتماء. يعني عزة الإنسان لا يلمسها إلا في ماذا؟ إلا إذا ما كان أحس صحيح. بها إحساسا حقيقيا. صحيح. طبعا أستاذة سعاد سيد محجوب، شكرا جزيلا على هذا اللقاء المثمر، ولا يسعنا ليالي أن نختم طبعا التغطية الخاصة لهذا اليوم. طبعا هذا ليس ختام، فقط توديع وراحة ربما لبضعة ساعات أو لبضع ساعات، لأن موعدنا يتجدد مساء هذا اليوم مع ملتقى الشعر العربي. ولنتذكر دائما مشاهدينا أن الشعوب لا تفنى جسديا أو ماديا، بل تفنى ثقافيا.